مساء الخير لكل مشاهدي برنامج صرخة وأمل. سلام مسيح ليكم. وعلى الموعد 9 نوفمبر 2023، ودايما دايما بقول لكم كل سنة وانتم بألف ألف خير يا رب، وكل أسركم وصحتكم وحبايبكم كلكم بألف خير. بشكر جدا جدا الأصدقاء اللي علقوا على حلقة الأسبوع اللي فات على اليوتيوب أو على الفيس، وخاصة اللي على اليوتيوب ناس مصحصحة بصراحة، حلوين قوي قوي انهم حتى اخدوا بالهم من ان انا قلت الاسبوع اللي فات يوم 3 نوفمبر وهي كانت 2 نوفمبر. ده معناها ان هم بيصحصحوني وهم اصلا مصحصحين. بشكرهم جدا، والتعليقات كانت جميله قوي قوي على اليوتيوب. في صديقه على اليوتيوب بتكتب دايما، طبعا مش هقول اسمها، لكن هي قالت لي ان انا كتير قوي ردت على سؤالك، واكيد حضرتك هتسمعي الحلقه بتاعت النهارده، وانا كتبت لحضرتك وبعتذر لك ان انا ما شفتش تعليقاتك اللي فاتت اللي انت بتقولي ان انت حطيتي فيها لينك معين لحاجه معينه، فبعتذر لك ان انا ما شفتهاش، واتمنى انك انت تبعتيها لي. حتى اتمنى اي حد يبعت حاجه ابعتها على الماسنجر وانا بشوفها. بس في ناس طبعا اللي هي على الماسنجر مش اصدقاء عندي ومش اصدقاء في صفحه البرنامج، فبضطر اللي هم قافلين صفحتهم، وللمره المليون اللي قافلين صفحتهم انا ما بقدرش اقبلهم، لاني ما اعرفش فكره وشكله ايه، حتى لو كان من اخواتنا المسلمين. بحب اعرف حضرتك من النوع اللي بتحب السياسه، بتحب الكلام الجد، بتحب الحاجات المهمة، ولا من النوع اللي هو أي كلام يحط أي كلام وحاجات كده. فالمهم يعني الناس اللي قافلة صفحتها أنا مش بقبلهم. قبل ما أبدأ في حلقة النهاردة، سؤالين كده مهمين. اللي إيه أخبار هاموش السوشيال ميديا؟ مش ملاحظين كده إن مفيش حد مثلا عقله فوت وأسلم في الفترة اللي فاتت دي؟ كتير قوي، هي موجة كده وهفة بتيجي في أوقات معينة وبتخلص في أوقات معينة. إيه أخبارهم؟ هم شغالين إزاي دلوقتي؟ أنا بصراحة ما عنديش فكرة لأن ما بروحش صفحاتهم. شغالين عاملين إيه يعني؟ بيعملوا إيه؟ اتجهوا للطبيخ، اتجهوا لإيه غير أسلمة القبطيات؟ لأن ما فيش أسلمة القبطيات، فهم شغالين على إيه بالظبط؟ مش عارفة. ايه اخبار برضو الشخصيات المهمة الكبيرة اللي بعد 10 أو 20 سنة بيفتكروا انهم اعتنقوا المسيحية من سنوات طويلة وبيعلنوا مسيحيتهم بعد عشرات السنين؟ مش شايفين حد منهم شغال دلوقتي جامد ليه؟ هي برضو جت هوجة كده، كم شخصية طلعت على الهوا وقالت انها غيرت للمسيحية، وزي ما قلنا قبل كده على الأستاذ نبيل شرف الدين. فلكن عايزة، أنا مستغربة أن فيهم اختفوا سواء دول أو دول. المهم، عندي أصدقاء كتير فعلا حالتهم الصحية مش حلوة. أنا طبعا ما استأذنتش الكل إن أنا أذكر أساميهم على الهوى، ولكن استأذنت شخص معين، صديق على الفيس، بتمنى ربنا يمد إيده لي بالشفاء يا رب، الأستاذ ألفونس أسعد. طلب مننا صلاة إن إحنا نصلي من أجله عشان هو تعبان شوية، وبأمانة نصلي من أجلك، وكل اللي يحب يصلي من أجل كل مريض صلوا من أجل المرضى، لأن المرض بيكسر النفس، المرض يمكن بيزل ساعات. فصلوا من أجل كل المرضى، ومن ضمنهم الأستاذ ألفونس أسعد، ربنا يمد إيده بإيده الشافية، وكل مريض يا رب إيده الشافية، ربنا يرجع المريض كما كان وأحسن مما كان. بنصلي لك يا أستاذ ألفونس، وأكيد في
ناس كتيرة من السادة المشاهدين هيسمعوا دلوقتي ويذكروك في الصلاة، وإن شاء الله ترجع أحسن مما كنت واللي أنت خايف منه ما يحصلش. تعالوا ندخل بقى في حلقة النهاردة مع أني طيب. قبل ما أبدأ برضو الحلقة، في بعض التعليقات جت على حلقة الأسبوع اللي فات للرد على الحاجة أبو إسلام، وفي ناس بصراحة من محبتهم بيقولوا لي إن أنت ضيعتي وقت كتير قوي في الرد على الشيخ أبو إسلام. عايزة أقول لحضراتكم طبعا لأنهم شخصيات أكتر من شخصية، فكتبت الشخصية لقيت أسئلة نفس السؤال ونفس الإجابة المفروض أكتبه للشخص والتاني اتنين وتلاتة وأربعة، إن أنا ليه أخدت وقت الحلقة اللي فاتت كتير كده للرد على أبو إسلام. هما بيقولوا لي إنه ما يستاهلش إن إحنا نرد عليه، ماشي صح، بس السيد المسيح قال لنا اذهبوا وبشروا جميع الأمم، بشروا بشروا، يعني مش حاجة وحشة إن إحنا نبشر، ومش المفروض إن إحنا نسكت، لأن ربنا قال لنا، هو قال للتلاميذ وإحنا أخذنا هذه الرسالة من السيد المسيح على أفواه التلاميذ والقديسين. مش محلل لغيرنا ومحرم علينا، غيرنا بيبشر بالسيف بالقتل بالتحايل بالكذب بكل حاجة بكل حاجة، إحنا رسالتنا حاجة واحدة وهي إن إحنا بنبشر بالكلمة. أنا أعرف ناس بأمانة ويمكن عابرين بيقفوا على أبواب المحلات ويوزعوا بامفلت صغير كده يبشروا بالسيد المسيح. أنا ما بقولش إن إحنا نعمل كده، ولكن على الأقل على الأقل بالكلمة اللي أقدر أوصلها لناس من أنصار أبو إسلام ربما يكونوا مغيبين، لو في أنصار أبو إسلام 1000 بني آدم وواحد بس واحد بس من الألف كلامي لمسه واكتشف إن أبو إسلام بيكذب وإنسان شخصية مش حلوة وإنسان شتام لعان لسانه مش حلو ما يشرفوش و و و، أكيد مش هيتتبعه تاني، وهو ده الهدف. أنا مش الهدف إن أنا زي ما هو ادعى ان انا بقول للمسلمين اتركوا الاسلام وتعالوا المسيحية، لا 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 لا، انت عارف ربنا بطريقتك الخاصة، بس انا من طريقتي ربنا اداني مكانة ان انا اتكلم، اداني لسان ان انا اعبر عن اللي عايز اقوله، اداني حرية في مكان زي اللي انا فيه، حرية ان انا اوصل رسالة المسيح. بالظبط عايزه اقول لكم حاجه، يعني مثلا لو اي حد فيكم اخته قالت له او اخوه قال له المحل الفلاني بيوزع مثلا سوري في التشبيه يعني بسبوسه وببلاش، بيوزع شمع ببلاش والنور عندكم بيقطع كتير، هتروح للمحل ده تاخد منه الشمع اللي ببلاش اللي حد من اخواتك قال لك عليه ولا حطنش؟ انا ربنا ادانا اعطانا نعمه المحبه، ربنا اعطانا رساله ان احنا نعرف العالم كله اذهبوا وبشروا جميع الامم. احنا صحيح مش في ايدينا ان احنا نعمد، لكن في ايدينا ان احنا نبشر. انا ربنا اداني النور، انا هو الطريق والحق والحياه، انتم نور العالم، وايات كتيره جدا من الكتاب المقدس من السيد المسيح بتقول ان احنا مميزين، انتم ملح الارض مميزين، فانا عايزه بالمحبه اللي ربنا ادهاني اوصل المحبه دي لغيري، عايزه اعرف اللي مش عارف ان احنا حلوين، ان احنا مش كدابين، ان احنا مش شتامين، ان احنا مش لعانين، لاني عرفني دينك بافعالك، ودي دايما بقولها لكم، عرفني دينك بأفعالك، بأفعالي أنا تسامحت مع الشيخ أبو إسلام برغم إن أنا في استطاعتي كويس جدا إن أسجنه. وقلت لكم الكلام ده. بس الفرق ما بينه هو اللي قال عليا كلام في منتهى القذارة وبيني أنا إن أنا بتسامح
معاه وانا في منتهى القوه هو ده، ان انا ما شتمتهوش، ان انا ما اهنتهوش، ان انا لم اسبه، ان انا لم العنه، ان انا لم اقول عليه كلمه واحده وحشه او بذيئه زي ما هو قال عليا. وهذا هو الفرق ما بين هذا الشتام واللعان وهذا المتسامح اللي ربنا علمه نشتم فنبارك. الهدف ما كانش ان انا اضيع وقت، الهدف ان انا كنت عايزه اعرف اخواتنا المسلمين احنا دين محبه، مش من مصدر ضعف، مش من مصدر ضعف. وقلت له وهقول له وهقول لكل مسلم بيشتم، سهل جدا ان انا الشتمه اللي حضرتك بتقولها لو مش انا ان تترد لك افظع منها واوحش منها. في ناس كده الشتمه بالشتمه، العين بالعين والسن بالسن، لا 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 لا، نشتم فنبارك. ده كان هدفي من الرساله بتاعه ابو اسلام، زائد ان هو خصني بالاسم. كان ممكن ما ردش، كان ممكن جدا زي ما حاجات كتير بتحصل ما بردش، لكن انا عايزه اوري اخونا المسلم واختنا المسلمه هذا الشيخ شكله ايه واحنا ايه. فهمتوا الفرق او فهمتوا الهدف؟ فهمتوا انا ليه ضيعت وقت كتير؟ انا بعتبره نوع من التبشير، لان مش في استطاعتي ان انا ابشر باكتر من كده غير بالكلمه. احنا لا بتوع سيف ولا بتوع غزوات ولا بتوع اي حاجه، احنا في استطاعتنا فقط الكلمه. زي ما كل الرسل حركوا العالم وغيروا العالم للمسيحيه بالكلمه، مش بالسيف، مش بالدم، مش بالاكل، بالعكس هم اللي اتقتلوا مقابل نشرهم للكلمه. اتمنى اكون وصلت الرساله لاكثر من شخصيه، وفي منهم شخصيات انا كتبت لكم ان انا هرد عليكم على الهوا. الاهم بقى كمان مطلوب الرد عليه على نفس المبدا. بالمناسبه الا نعم حاضر، بالمناسبه الحاج مبروك عطيه، مش القضايا اللي اترفعت عليه ازدراء للاديان، والمحامي اللي رفع عليه قضيه عشان يدخل الاسلام في الموضوع كتب في المذكره اللي قدمها لرفع القضيه ان هو اهان نبي وهو عيسى ابن مريم، ان هو اهان نبي في كلامه، وده يعتبر نبي من انبياء القران، فهو اهان النبي. طب ابو اسلام ما شفتش حد من المحامين اللي المفروض يعرفوا يعني ايه يجيبوا ابو اسلام مكبل ويسجن؟ ده قال يعني مبروك عطيه سجن، بس ده المهم. هو مش برضو اهان السيد المسيح والعذراء مريم؟ مش ده ازدراء للقران وللاسلام مقارنه يا عيني بمبروك عطيه؟ مش ده يعتبر الاثنين نفس الحكايه ونفس المبدا؟ ليه ما قلتوش لما اهان السيد المسيح والعذراء مريم والكلام اللي زي الزفت قاله، ليه ما قلناش ان ده كده بيهين نبي من انبياء الاسلام؟ بس طيب عايزه اقول لحضراتكم كمان بعض الحاجات كده. حد بيقول لي لم اتخيل في يوم من الايام ان يصل الانسان لمستوى من الحقاره ان يبرر قتل ما يقرب من 10,000 انسان معظمهم اطفال ونساء. قبل ما تهني او قبل ما تشتم يا استاذ محمد رمضان، اسال نفسك مين السبب في قتل 10,000 انسان، سواء طفل او امراه او مسن او او او، مين السبب؟ هل اسرائيل ولا حماس؟ يعني اسرائيل لو فعلا قتلت 10,000، مين اللي خلاهم اداهم السلاح ان هم يقتلوا الفلسطينيين؟ مين اللي فتح الباب للقتل، للتدمير، لغزه، للقضاء عليها، للاباده اللي انتوا بتتكلموا عليها؟ مين؟ انت بتحامي او بتدافع عن المجرم وسايب
الاساس يعني، او انت بتتهم اسرائيل انها مجرمه وابادت وقتلت وي وي. طب مين الاساس في اللي انت بتقوله ده؟ المهم، فبيقول هناك دولا تتبنى موقف اسرائيل قلبا وقالبا، ادانا الضربات المستشفيات، لكن انت تتبني الروايه الاسرائيليه وتستميتي في الدفاع عنها وتبرري لاسرائيل ضرب المستشفى. ضرب المستشفى ما انا عرضتها في الحلقه اللي قبل اللي فاتت وبينت لك اتضربت ازاي. حتى الكنيسه اتضربت ازاي؟ حماس حماس حماس، خلاص؟ بادعاء كاذب بوجود انفاق تحتها، تحت العمارات والمستشفى يعني، وتحت العمارات، وهذا كذب. طب حضرتك عرفت منين انه كذب؟ عرفت ان منين ان مفيش انفاق تحت المستشفى او تحت الكنيسه؟ عرفت منين؟ اذا كانت صواريخ بتطلق بيد حماس من الكنيسه، من الكنيسه، يبقى ازاي كذب؟ المهم، انا على فكره عندي دليل واكتب على اليوتيوب ازاي اتضربت كنيسه المعمداني وازاي اتضربت الكنيسه ومستشفى المعمداني. المهم، لان الانفاق، بصوا بيقول ايه، لان الانفاق تحت الاراضي الزراعيه وبعضها مدخلها فقط ممكن من عنوان، ممكن يعني من المدخل من تحت العماره. يعني اذا في انفاق تحت العماره، يعني حضرتك بترد على نفسك، بتكذب وتكذب نفسك ان انت ما فيش انفاق غير في الاراضي الزراعيه، لكن المدخل من تحت العماره. طب المدخل رايح على الاراضي الزراعيه هفترض، بس هي فيها نفق، والنفق هو مخبي الاسلحه فيها وبيضرب منها وبيتخبى زي الفار فيها. بتزعل من اسرائيل انها تضرب المكان اللي فيه الاسلحه وفيه الارهابيين؟ امال عايزها تعمل ايه؟ أنا بستميت فيها ولا أنت اللي، معلش حضرتك بوشين، لأنك شايف فقط قتل أطفال الفلسطينيين ومش شايف فقط الأطفال اللي اتخطفت من إسرائيل من بيوتها وفي منهم اتذبحوا. اتذبحوا. مش هكمل دلوقتي لأن الإيميلات عندي كتيرة قوي، بس مش هرد عليها كلها دلوقتي. نهني قداسة البابا بعد إذنكم، قبل أي حاجة نهني قداسة البابا بعيد ميلاد وعيد رسمته. كل سنة وقداستك بألف ألف خير يا سيدنا وعقبال يا رب. عيد ميلادك المية وعيد رسمتك المية، وكل سنة وقداستك بصحة وعافية، وربنا يسندك وتقود هذه السفينة بكل قوة وبكل حكمة وبكل جثارة، وتتحمل ما يقال عنك زي ما الحاج أبو إسلام قايل عليك، وتتحمل ما يقال عنك في سبيل قيادة السفينة وتوصلها لبر الأمان. أتمنى يا رب، أتمنى يا رب تكون بأتم صحة وسعادة وعافية، وعيد ميلاد سعيد. كان نفسي نجيب لك التورته لغاية عندك. طيب ندخل بقى في السعودية. السعودية لو حضراتكم زيفتم اللي عملتوه، نشوف الصورة الأولى دي. هو كاتب إيه؟ أم الدنيا، مكتوب كده، أم الدنيا بالرياض، ما يحتاج نروح، ما يحتاج، هو كاتبها ما يحتاج، لكن طبعا هي ما نحتاج نروح لمصر. عايزة أقول للأخ اللي حط على الصورة دي، أو حتى أي حد معتقد إن أم الدنيا هتتحول للرياض، لا 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 لا، معلش معلش، عشان أم الدنيا أولا مش هتتكرر في أي دولة في العالم تاني، وعمر ما هيبقى فيه أم الدنيا غير هي مصر، وهتفضل هي أم الدنيا. دي مصدر الحضارة اللي علمت العالم كله كله، وحتى الآن، وهوريكوا شوية صور كده حلوة، عشان اللي سرق الحضارة دي أو اللي زيف الحضارة دي، عشان تعمل حضارة لازم يكون عندك تاريخ. الحضارة مش بالكلام، الحضارة بالتاريخ.
7000 سنه مصر عايز تجيبها بعشرات السنين؟ 7000. السعوديه يعني انشئت سنه كام؟ هوريكم كل حاجه بالدليل. اول حاجه دي الصوره، عمر ام الدنيا ما هتكون غير في مصر. ايه رايكم في الصوره دي؟ مش دي اصلكم؟ مش دول انتوا كنتوا كده؟ عايز تقارن هؤلاء اللي ما كانوش يعرفوا يعملوا حاجه غير انهم يذبحوا معزه او يشربوا من لبنها للناس اللي اخترعت واللي دوخت العالم حتى الان في فك حاجات معينه؟ الفراعنه هم اللي علموا العالم الرياضيات، الفراعنه هم اللي علموا العالم الطيران. اوعوا تفتكروا ان انتوا مش عارفه مين اللي اخترع الطياره أو... لا 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 لا، اقروا التاريخ كويس. الفراعنه هم اساس العالم، هم اللي عملوا يعني ايه دوله، يعني ايه دوله، يعني ايه حكم، يعني ايه، يعني ايه تحكم دوله، يعني ايه جيش. كنتوا انتوا لسه في ذاكره التاريخ لالاف السنين، فلما تسرق وتعمل الكلام ده، على فكره متهيألي الصين حاولت تعمل الكلام ده واترفع عليها قضيه والامم المتحده اجبرتها على انها تشيل الكلام. هنا في لاس فيجاس عاملين بس مجسم كده لهرم وابو الهول، لكن ما بي عاملينها نوع من تزيين المكان. مش ان انت تسرق تاريخ وحضاره وتقول ان الرياض اصبحت ام الدنيا، لا لا او الف لا. بص انا جايبه لكم ايه عشان تعرفوا انتوا مين واحنا مين. يعني انا مش جايبه المج النهارده بتاع القناه، والحمد لله القناه عندها المجات اللي عليها الفراعنه، ده من حبنا في اصلنا وجدودنا، مش اي كلام كده، مش باللسان، لا 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 لا. افهموا انتوا مين واعرفوا انتوا مين واعرفوا احنا مين. شوفوا الصوره اللي بعدها بعد اذنك يا مين. شايفين الدايره اللي انا عاملاها دي؟ ده ختم الشمع. سوري. لما كانوا زمان بيحبوا يقفلوا حاجه، وعلى فكره ختم الشمع حتى الان النيابه والطب الشرعي ومش عارفه مين ومين كله لغايه دلوقتي بيستعمل ختم الشمع. اصله مين؟ اصله فرعوني اهو. يعني لما بيروحوا يشمعوا بيت او محل او حاجه حصل فيها جريمه ويقفلوها لغايه ما التحقيق يتم، بيروحوا عاملين الشمع ده ويروحوا ختمينه ولازقينه. مين اللي عمل الكلام ده؟ الرسم الفرعوني على الشمع اهو، اهو على الدايره اللي انا حاطه لكم عليها دايره. شوفوا الصوره اللي بعدها عشان نكمل بقيه الكلام. ادي الرياضيات. مين اللي عمل كده؟ الفراعنه. مين اللي ده؟ حاجات موجوده على ورق بردي وعلى الحيطان بتاعه المعابد. مش انتوا يا بتوع امبارح اللي تقولوا مش عارفه مين هو اللي اخترع الجبر واللي مش عارفه ايه؟ لا، الفراعنه. الفراعنه هم اساس علم الرياضيات كلها. السؤال اللي بعدها، يا رب بس تعرفوا نفسكم انتوا مين واحنا مين. المرأة والرجل، يمكن الصورة دي يكون عرضتها قبل كده. الست كتفها بكتف الرجل، هي السند، هي القوة ليه للرجل، هي السند ليه، كتفها بكتفه، مش عبدة وأما وسبية تمشي وراه بعديها مش عارفة إيه ومكبلة بالسلاسل زي ما وريتها لكم قبل كده. لا لا لا، المرأة ما كانتش عورة بتسنده. شايفين؟ ده مصدر قوته، هي اللي مصدر القوه. السؤال بعدها، هوريكم كل حاجه. مين دي ومين ده؟ او مين دي ومين دي؟ طول عمرنا كنا ملكات، وملكات بتحكم دول وشعوب. دلوقتي بقت اما، عبده، سبيه، عوره، كله ما ينفعش وشها يبان. حتى يا عيني يا حرام مش عارفه تاكل. من ايه؟ مين الملكة ومين العبدة؟ احنا اللي على الشمال، انتم اللي على اليمين. فما تنسوش نفسكم، انتوا صدرتولنا اهو، انتوا صدرتولنا اللي تحت،
بعد ما كنا فوق، فما تسألنيش أين كنا، أين أصبحنا، وكيف أصبحنا الآن، وبقينا إزاي دلوقتي؟ بقينا تحت، بقينا في القاع في الحضيض، ودلوقتي الفيديوهات مالية الدنيا. أنا لسه عاملة شير على صفحتي لحفلة كلها منقبات، رفعت النقاب وعمالة تصفر وتزغرط وتسقف ومش عارفة إيه على صفحتي. واحدة منقبة في السعودية، في السعودية، حتى يعني كتبت التعليق عليها خلاص انتهت عصر السعودية السابقة، لكن احنا للأسف ما زلنا محتفظين بالصورة اللي تحت، وانتوا بقيتوا كده اللي فوق، بس طبعا عمركم ما توصلوا للحبة اللي فوق دول، مهما عملتوا مش هتوصلوا للي فوق دول، لأن دول كانوا ثقافة، علم، أدب، أخلاق، كل حاجة، كل حاجة. للأسف كنا، وإن شاء الله هنرجع، لأن أم الدنيا عمرها ما هتموت مهما حاولتوا إن أنتوا تقلبوها عشان تاخدوا أنتوا الشو بتاعكوا، إن أنتوا تبقوا خلاص إن أنتوا اتغيرتوا بقيتوا، لا، هتفضلوا تحت حتى لو غيرتوا شكلكم. كنا طول عمرنا عايشين في قصور وبيوت، وانتوا كنتوا عايشين في خيام. دي دول الخليج بما فيهم السعودية اللي تحت، لأن السعودية قبلها، وهوريكم التاريخ دلوقتي. القاهرة 33 يعني قبل السعودية. شايفين كانت عايشة ازاي؟ بيوت وقصور. كانت أول القاهرة، أول مدينة في العالم في النظافة والرقي والموضة وملكات الجمال في 33. ادي مصر وادي انتوا، ادي ام الدنيا وادي انتوا. الصوره اللي جايه هي دي. احنا بالعلم طلعنا فوق وطلعنا العالم، انتم بالفلوس، ومهما طلعتوا بالفلوس مش هتكونوا غير كده، اقزام، اقزام بالنسبه للفراعنه. اسرقوا زي ما انتوا عايزين، اسرقوا، بس ده مش هيغير اصلكم ولا هيخلق لكم تاريخ، لان عشان تبقى عندك حضاره لازم يبقى عندك تاريخ. تاريخك ايه؟ قولي كده، تاريخك ايه يا سارق ام الدنيا؟ ده انت لفظ ام الدنيا ده ما ينفعش ينطبق عليكم ابدا. ام الدنيا منين؟ الام هي الاصل، انتوا اصل العالم، انتوا اصل الدنيا، انتوا اللي غيرتوا الدنيا. بالعكس، ده انتوا دمرتوا الدنيا، دمرتوا. صورة كمان، بس مش بالفلوس، مش هينفع معاكم الفلوس مهما عملتوا بالفلوس. هي دي السعودية. تأسست 32، يعني كانت لسه بيبي عندها سنة بيحبو بيزحف، ومصر كانت عايشة في القصور اللي أنا وريتها لكم. السعودية 32، الكويت 61، يعني متهيألي حد من اخواتي في عمر الكويت. قطر والامارات والبحرين 71. تركيا اللي اسمها تركيا 23. قهوة الفيشاوي، قهوة الفيشاوي دي في خان الخليل، دي معروفة جدا لأي واحد ينزل مصر، ينزل مصر هنا الحبيبة، ينزل أم الدنيا، يروح يشرب شاي في قهوة الفيشاوي. قهوة الفيشاوي 1779، يعني من قبلكم بمئات السنين. لو انتوا 1900 هي 1700، 200 سنة بينكم وبين قهوة، قهوة في مصر. جايين تقارنوا نفسكم بأحفاد الفراعنة؟ جايين تسرقوا تاريخ الفراعنة وتسموا نفسكم أم الدنيا؟ يا نهار أبيض، أم الدنيا، وانتوا لسه أولاد امبارح. في صورة متهيألي ثانية ولا خلصت؟ أيوة هي دي، هي دي اللي أنا فاكراها. ده هعتبره واحد من جدودي، مسك تركي الشيخ اللي هو طبعا أكيد المسؤول عن سرقة جمال أم الدنيا، وبيقول له اوعى تعمل كده تاني، والا انا هسيبك المره دي، بس شايف انا بشد شعرك ده بس عشان تفتكرني، بس اوعى تعمل كده تاني. واحد من اجدادي مع تركي الشيخ، واتمنى الرساله توصلك يا تركي يا شيخ، ما تعملش كده تاني، ما تلعبش مع الكبار.
سرقت الفن، جبت الفنانين المصريين عشان يغنوا بالبترو دولار، سرقت الثقافة، سرقت اللعيبة كرة القدم، سرقت سرقت سرقت. كل ده عشان ايه؟ عشان ترفع القزم يبقى كبير شوية. مش هيحصل، هتفضلوا أقزام بالنسبة للفراعنة، بالنسبة لولاد أم الدنيا مهما عملتوا. انتوا مكشوفين أمام العالم، ايه اللي بتعملوه ده؟ ده بس حد صغير تقدر تضحك عليه، مش الفراعنة. طيب احنا بالعلم، بمناسبة الحج أبو إسلام، أنا قلت الأسبوع اللي فات إني هو بيروح الكباريهات بدل إنه عارف لبسهم ومش عارف إيه ومكياجهم، وأنا قلت له هل الراقصة ينفع ترقص في ملهى ليلي بالحجاب؟ مين المتبرجة؟ أهي أنا جبتها لك مخصوص يا أبو إسلام، محجبة أهي وبترقص أهي، إيه رأيك؟ محجبة. لسه هتقول على نادية حاجة تاني ولا كفاية كده عليك؟ روح بقى شوفها هي فين، في أنهي مالها ليلي، واضربها واشتمها وقول لها عيب كده الحجاب، أهنتي الحجاب، دنستي الحجاب. هي عايزة ترقص، هي عندها الموهبة دي وهي فنانة وهي كل حاجة، بس مش عارفة تعمل إيه، كانت محجبة قبل كده، فقالت أرقص وأنا لابسة الحجاب. هتتكلم تاني؟ ولا اجيب لك حاجات قال عنها؟ كفاية عليك كده. دي المحجبة اللي كان المفروض تكون معايا في حلقة الرد على أبو إسلام. طيب. في حاجة كده على السوشيال ميديا وخاصة تويتر، وأنا بصراحة مستغربة جدا جدا من مصينة الحبيبة لهذا الموقف السلبي. اتكلمت عليه في حلقة مرة من فترة على ليه لما بيكون في أي حدث مفيش حد مسؤول من المسؤولين الكبار، متحدث عسكري، متحدث رسمي للوزارة، لرئيس الوزراء، للرئاسة، لأي حد يطلع يكتم يخرس الأصوات اللي بتطلع إشاعات. لأن لما حضراتكم تطلعوا ببيان أو تطلعوا بأي حاجة تقولوا عليها تقولوا فيها الحقيقة، أصحاب النفوس الضعيفة اللي بيطلعوا إشاعات هيتخرسوا، حتى لو أنتوا بتكذبوا، حتى لو أنتوا بتكذبوا. فلما تقول حاجة وأنا أخدها وأقول لا ده المتحدث الرسمي باسمه رئاسة الوزراء قال كذا، هو أصدق، اللي أنتوا بتقولوه يا بتوع الإشاعات ده كذب ما حصلش. على تويتر منتشر قوي، على تويتر بالذات منتشر قوي، ان في بعض من جنودنا، هم طبعا حاطين 60 من جنودنا قتلوا، ومش قايلين اي حاجة ولا اي معلومة عنه خالص. طبعا ده بيدي فرصة زي ما بقول لأصحاب النفوس الضعيفة، الخونة، اللي مش عارفة ايه، المتاجرين بالقضاء على مصر والتآمر واللي واللي، مديهم الفرصة ان هم يطلعوا الإشاعات اللي هم عايزين يقولوها. طبعا ليه؟ لأن الدولة ساكتة، مش بتقول الحقيقة فين. أولهم هذا الطيار، الرائد الطيار أنطونيوس عبد الله حبيب. هذا الطيار، ايه اللي خلاني اتكلم على الموضوع ده؟ ان مفيش اي حاجة من الدولة بتقول ايه اللي حصل، لكن هو ده اهو برضو قاعد في طيارته، لكن قائد القوات الجوية يروح للأنبا غاثن في المنيا ويسلموا الجثمان او يسلم اسرته الجثمان. اهي الصورة اهي في البيان الاولاني، ايوه ده بعد اذنك. البيان بيقول نعي من طبعا مطرانيه مغاغه والعدوى اللي هو الانبا غاثن اسقفها، بالاصاله عن نفسي
وطبعا اهو يعني، وبالانابه عن الاباء الوكلاء وسكرتاريه المطنيه ومجمع مش عارفه ايه، اتقدم بخالص التعزيات القلبيه لابنائنا اسره وعائله الرائد الشهيد الشهيد، خدوا بالكم هنا الشهيد وفي حته تانية مش هيقول شيء، انطونيوس عبد الله حبيبه الذي انتقل من عالمنا الفاني الى عالم البقاء يوم الحد اللي فات يوم 5 نوفمبر، وصلاة الجناز كانت يوم 6 نوفمبر. ادي صورة انطونيوس ربنا ينيح روحه، وادي صورة الجثمان ملفوف بعلم مصر، وادي الانبا اغاظة. التحرير 6 نوفمبر يعني بعد الجنازة مثلا. البيان الثاني منهم شكر واجب برضو من نفس المطرانية. انا عاملة سهم اهي بالاصاله برضو ومجمع الاباء وشعب ابراشيه مغاغه والعدوى واسره الشهيد الطيار انطونيوس عبده عبد الله حبيب، نتقدم بجزيل الشكر لسياده الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجويه المصريه والوفد المرافق لسيادته من قاده وضباط القوات المسلحه لتشييع طبعا لان هم جايين يعزوا اسره انطونيوس عبد الله حبيب. الكلام ده يوم 7 تاني يوم منزل بيان. ادي قائد القوات الجويه مع الانبا اغاظة اللي انا حاطه الصوره اللي على الشمال ده. ده الفريق المرافق شايفين قد ايه، انا عامله سهم طويل قوي عشان كده شايفين فريق قد ايه جايين معاه. تحت الصوره اللي تحت الانبا اغاظة ده الفريق اللي هو قائد القوات الجويه، وجنبه والد الشهيد انطونيوس وغالبا ده اخوه. وطبعا دول فريق الابراشيه بتوع نيافة الأنبا أغاظة. حد يعرف الشهيد أنطونيوس ده مات إزاي؟ ولا حد. حتى أنا اتصلت بالأنبا أغاظة ما ردش، اتصلت بيه مرتين ما ردش. حاولت أستفهم منه حتى على الأقل إيه اللي حصل، ولا حد يعرف أي حاجة. ليه؟ ليه يا مصرنا الحبيبة يا أم الدنيا غصبا عن ناس تانية؟ ليه؟ ليه التعتيم ده؟ ليه بتدوا فرصة لفلان وعلان من أصحاب القلوب السوداء إنهم يطلعوا إشاعات؟ قريت من ضمن الحاجات أدي الجنازة. الجنازة كانت في الأمبرويس في العباسية في الكاتدرائية. دي جنازته، جنازة عسكرية دخلوا بيها، وشفت الفيديو دخلوا بيها لغاية أشكرك يا مينا، دخلوا بيها لغاية الأمبرويس وأقيم الجناز و و و كله. إذا هي جنازة عسكرية، إذا هو شهيد. يعني مثلا لو هو مات بسكتة قلبية مش هيكتبوا عليه شهيد. يبقى إذا في شهيد. شهيد يعني في حاجة حصلت. إيه اللي حصل؟ حد يعرف؟ ولا حاجة. طب ليه؟ ما حدش يعرف. طب ما تقولوا لنا. هو صعب إن هو يكون في مهمة رسمية ومن المهمة حصل حاجة واستشهد، مش صعب، هو وظيفته كده وهو ابن الجيش، فطبيعي ان هو يحصل له اي حاجه في اي مهمه حتى عاديه، تدريبات وطلع بالطياره والموتور عطل والطياره وقعت مثلا، انا بتخيل هيبقى شهيد واجب الوطني لانه بيتدرب عشان يحمي وطنه. لكن انتوا ما قلتوش اي حاجه ليه؟ ومكتمين على الموضوع جدا. عارفين مكتوب ايه ولا انتوا عارفين؟ مكتوب ان المجموعه دي اللي ماتت دي كانت في السودان، كانت مقصوره واخدينهم واتقتلوا. او بتوع الانقاذ السريع دول ولا معرفش اسمهم ايه قتلوهم. هل ده صح؟ ولا دي اشاعه؟ طب ما تقولوا اذا كانت صح طبيعي ان هو لما يروح السودان يتم هؤلاء المجرمين انهم يقبضوا عليهم ويقتلوه، طبيعي لانهم اصلا عمالين يدمروا في بلدهم، فيبقى الغريب بالنسبه لهم يتقتل مفيش مشاكل. طب ليه؟ ما تقولوا لنا في ايه؟ ليه عاملين كده؟ ليه مدين الفرصه لفلان وعلان ان يقول قيل وقال اللي هو عايز يقوله وسايبينه؟ طيب السؤال اللي بعدها. اسكندريه الان، يعني ده موقع اسمه كده، اسمه اسكندريه الان،
بيقولوا ان كان في هليكوبترز اسعاف كتيره كتيره ماشيه، حتى هم حاطين الصوره اللي فيها الهليكوبترز دي انها اسعاف حمراء وواحده مموجه بلون الجيش يعني محطوطه، واتجاههم الى مستشفى العسكري سيدي جابر. متجهه الطيارات دي الى المستشفى العسكري في سيدي جابر. طبعا لما الناس تشوف مجموعه اسعاف راحه جايه في السماء، وطبعا فيها وحده جيش، واحده مموجه للجيش كده، طبيعي ان هيعرفوا وراحه المستشفى العسكري، مش راحه في اي حته، اتجاهها ناحيه المستشفى العسكري. اذا راحه في حته ليه؟ يبقى في حاجه بتحصل. ايه اللي بيحصل؟ سكتم بكتم سكتم بكتم. طائرات اسعاف باللون الابيض والاحمر، وطائرات باللون الجيش المموج، ثلاثه دول. طبعا دي صوره واحده. الصوره اللي بعدها، الصوره اللي بعدها، مصطفى محمد عاشور عيسى. ده من ضمن الصور اللي محطوطه. ربنا ينيح نفسك يا ابني ويعزي اسرتك، يرحمك، عشان انتم مش عارفين كلمه ينيح روحك. ربنا يرحمك برحمته. شاب زي الورد، شاب زي الفل، هو هو اهو. بصوا المكتوب، بصوا المكتوب. طبعا اللي كاتب الكلام ده واحد من اللي يعرفوهم، لان هوريكم حاجه تانيه. انتقل الى جوار ربه مصطفى عاشور اثر انفجار لغم اثناء قيامه بتطهير احدى حقول الالغام. ربنا يرحمك يا مصطفى ويحسبك عند الله من الشهداء. دي ايه؟ حاجه بتقول ان هو اثناء تطهير حقل الغام. في نفس الكلام بس تحتيه بشويه لقيت صوره ليه برضو تانيه، وكاتبين ان هو مات بصعق كهربي. حد يصدق ايه ولا ايه؟ لما يكون في تضارب اقوال كده انت بتدي فرصه للقيل والقال اكتر واكتر، اشاعات اكتر. وهو هو نفس الشخص. دي جنازته مصطفى، مصطفى محمد عاشور، فيديو زي ما حضراتكم شايفين اهو من الجنازه. انا اصل صوره من الجنازه. الصوره اللي بعدها لواحد اخر، ده مكتوب عليه ان هو من المنصوره، محمد ابراهيم احمد، مكتوب عليه ان هو من المنصوره. برضو محطوط من ضمن الصور اللي في هذا الحدث. يعني اللي حاطط البوستات دي حاطط حاجات كتير، تقدر تقرا هنا وهنا وهنا وتلاقي كلام هنا مختلف وكلام هنا مختلف. ليه؟ انا حزينه جدا ان انتوا سايبين هؤلاء يقولوا اشاعات لو هي اشاعات، وانتوا ما بتقولوش الحقيقه وساكتين. وهو من يوم خمسة، يعني من يوم الحد، والنهارده الخميس، حد اتنين تلات اربع خميس، خمس ايام النهارده، والدولة ولا قالت أي حاجة خالص. ليه؟ ليه سايبين الناس تقول اللي عايزة تقوله في صدورها؟ ده واحد آخر محطوط، ومش كاتبين حتى اسمه، لكن حاطين الصور، حاطين صور إن دول اللي من ضمن المجموعة اللي استشهدت، اللي اتقتلت، اللي أي حاجة، حاطين ده منهم. لما شباب زي الورد كده ومحدش يعرف هم ماتوا ازاي، متهيألي من حق الشعب المصري انه يعرف. اعتقد كده، ولا انتوا شايفين ايه؟ يا دولة، يا دولة، انتوا شايفين ايه؟ شايفين ان الناس تفضل تهبش كده في الكلام وتقول اللي عايز تقوله، وانتوا ودن من طين ودن من عجين، وسايبين الموضوع يبقى بالشكل ده؟ لا، مش من حقكم على فكرة، مش من حقكم ان انتوا تسيبونا كده. قولوا ان هو طلع في مهمه، في ماموريه، في اي حاجه، بس طلعوا بيان، قولوا حاجه. طيب تعالوا اوريكم بقى، في حاجه في الاخر انا اتكلمت عنها كتير قوي قوي قوي، بس هثبت لكم حاجه كمان. لو سمحتم خدوا بالكم واحذروا، احذروا احذروا.
شفنا قبل كده شخصيات بتدعي انها رهبان وهم مزورين، لدرجة ان انا وريتكم قبل كده حد باسم اسقف، مش كاهن بس ولا شماس ولا راهب، ده اسقف بينتحلوا شخصيات معينة وبياخدوا اسم حد معين خلاص. لكن المحزن جدا لما يكون على اليوتيوب، انا ما اعرفش عشان اكون امينه، ما اعرفش الموقع ده صاحبه مسيحي ولا مسلم، لكن لما ياخد اسم مسيحي سهل جدا، زي ما راهب طلع واحد مسلم واتقبض عليه ولابس لبس راهب، عادي ان واحد يسمي اسم هو عارف ان الاسم ده مسيحي. وعلى فكره ده شريط ترانيم اسمه الملكة والأمير، الملكة هي العذراء وماري جرجس الأمير، كلمات الترنيمة بتقول كده، وعندي الشريط ده من سنين، الملكة والأمير، فهي العذراء وماري جرجس. لما ياخد الاسم ده ويبقى هو اسم الأكاونت بتاعه على اليوتيوب ويحط فيديوهات عليه كدب في كدب، وحسبت لكم كدب في كدب، يبقى مباحث الانترنت منين فين؟ لما الناس اللي بتبعتها لي هي دخلت وشافت الفيديوهات دي. اذا انت بتعمل كذب وبتنشر اشاعات حسبت لكم انها اشاعات، وبتنشر اشاعات كاذبه، يبقى انت المفروض يتقبض عليك حتى لو كنت مسيحي، ابيض ابيض اسود اسود. انت ليه بتعمل كده؟ عشان الفلوس، تغور الفلوس اللي جايه بالطريقه دي، لان مش هيبقى فيها بركه ليك ولا لبيتك. فانت بتعمل كده ليه؟ اول صوره، اول صوره بس مباشر، صلاه جناز، اولا الاشتراك في قناه الملكه والامير قدام قايه عند التوقيت اللي على اليمين وعند التوقيت اللي على الشمال، بس مباشر لصلاه جناز بس مباشر، خدوا بالكم، جناز ناهد متولي تلميذة القم الزكريا وسالي نسيم بعد إسلامه، مش إسلامها، سالي دي مؤنث يا حج، إسلام والصلاة بالكنيسة رقم 2. هو عامل نفس الفيديو، لأن أنا بصيت، أنا طبعا ما بفتحش الحاجات القرف دي، هو عامل الفيديو مرة واثنين وثلاثة، فكاتب 2 وكاتب 1 ومن غير 1 ومش عارف ايه، وحاطط نفس الفيديو ده، صلاة جناز بس مباشر من الكنيسة. طب ماما ناهد بخير، وناس لسه متصلة بيها أول امبارح، وبنتها اتصلت بيها أول امبارح وكانت عندها، وأنا متابعة الأخبار كويس جدا، وهي بخير. إزاي صلاة جناز وبس مباشر من الكنيسة؟ إزاي جناز وهي بخير؟ تبقى أنت كذاب، تبقى أنت كذاب. دي أول صورة. الصورة الثانية عودة ناهد متولي، برضو الملكة والأمير، عودة ناهد متولي إلى مصر بعد إعلان وإشهار إسلامها وفرحة لجميع المسلمين وحفل ضخم. طب إيه رأي حضرتك يا كذاب إن ماما ناهد ما تقدرش تنزل مصر؟ عارف ليه يا كذاب؟ عشان ماما ناهد عليها قضية أصلا اللي كان محكوم عليها بالإعدام، فعشان تنزل مصر لازم توكل محامي ان هو يتدخل في القضيه ويسعى في اجراءات القضيه عشان يلغي لها الحكم ده. اجراءات المحامي ورفع القضيه عشان تتشال من عليها هذا الحكم ياخد وقت طويل قوي. ازاي بقى هي من شهر مش عارفه كام لغايه دلوقتي قدرت ترفع الحكم ده عن نفسها عشان تقدر تنزل مصر؟ يبقى اذا ما نزلتش مصر. بالاضافه ان بقول لحضراتكم ان بنتها لسه كانت عندها من يومين وهي لسه ما زالت في هولندا، يبقى نزلت ازاي مصر؟ عرفت انك كذاب؟ ربنا مش هيبارك لك باي حاجه. بص بقى الخبر، القنبله الثالث، عنده حاجات كتيره قوي بالشكل ده، بالكذب ده، بس انا جبت لكم حاجات معينه. حاطط ان دي صوره ابونا زكريا، موت زكريا بطرس، حتى مش كاتب ابونا زكريا، يعني لو انت مسيحي كنت قلت ابونا،
فاذا انت مش مسيحي. وفاه زكريا بطرس، ما قلتش ليه الكاهن القيس القس حتى مش ابونا، بلاش ابونا، القس زكريا بطرس، ليه ما قلتش كده؟ وفاه زكريا بطرس والاسلاميون المصريون استقبال جثمانه الاسلاميون وتوصيله لبيته بعد وفاته وتسليمه لمصر وفرحه. يعني هيسلموا جثمان ابونا زكريا بعد الشر عليه، وهقول لكم مفاجاه، هيسلموا جثمانه لمصر. ما هو في امريكا، وهو لو بعد الشر، بعد الشر ربنا يديله العمر، لو هو مات هينزلوه مصر. طب ما هيدفن هنا مع مراته. المفاجاه ان انا قبل ما اجي اتصلت بابونا زكريا وسالته انت بخير يا ابونا؟ قال لي ايوه يا ولدي، ايوه بخير. قلت له اشكرك يا ابونا، انا حبيت اطمن على قدسك. ما رضيتش اقول له ايه اللي مكتوب عنك. يا كذاب يا بتاع الملكه والامير اللي انت كشفت بنفسك ان انت مسلم. لانك لو مسيح ما كنتش قلت زكريا بطرس بس. بتنتحلوا الشخصيات ليه؟ عشان ايه؟ عشان تعمل ايه في المسيحيين؟ تكسب الاثنين؟ ما هو المسلم هيدخل مع انه بقى بعد اذنك يا مينا هات الصوره تاني، مش عارفه انا قصيتها فيها ولا لا. عدد المشاهدين 63 واحد فقط لا غير. فهو هدفه ايه؟ هدفه الفلوس. الفلوس سواء مسلم او مسيحي. فالمسلم هيدخل عشان يفرح فرح الدنيا ان بعد شر ابونا زكريا مات، والمسيحي هيدخل يتاكد. فهو بيضرب عصفورين بحجر. عايز المسلم وعايز المسيحي يدخلوا فيحط في جيبه فلوس. وبالتالي 63 واحد شافوها في اليوم. يبقى اذا ما جالكش الفلوس اللي بالكذب والخداع اللي انت بتعمله. ابونا زكريا على قيد الحياه، ربنا يديله العمر والصحه. ابونا زكريا بخير، ماما ناهد ما نزلتش مصر، ماما ناهد ما ماتتش. طب ازاي انت على فكره حكايه صلاه الجناز قبل التاريخ، قبل بتاعه عودتها لمصر، ازاي هي بس صلاه الجناز ثم وهي ميتها نزلت مصر؟ ازاي؟ والمسلمين استقبلوها وعملوا لها حفله ومش عارفه ايه. ازاي يا كذاب؟ ازاي ده حصل؟ لما انت لسه باسس. شوف انا بكشف لك يعني اخطائك، فاصحى وصحصح ان الناس مش عبيطه. ازاي هي ماتت وانت عملت لها صلاه جناز بالاسم؟ انا ما شفتش الفيديو. ثم بعديها بيوم منزل ان هي نزلت مصر وفرحه الدنيا للمسلمين اللي استقبلوها وعملوا لها حفله. نزلت وهي ميته؟ وعملوا لها حفله وهي ميته؟ تيجي ازاي؟ يا عبيط يا هبل. ناس مقرفه، كله هدف مادي. طيب ندخل في غزه واسرائيل او اسرائيل وغزه. كل الميديا، كل وسائل الإعلام بكل ما فيها ومن فيها بيتكلم عن إسرائيل وغزة، مع إن في حاجة ألعن مليون مرة من اللي بيحصل في غزة، ألعن مليون مرة من اللي بيحصل في غزة، وهو اللي بيحصل في السودان. انتوا عارفين دول اسمهم الانقاذ السريع ولا اسمهم ايه؟ ميليشيات الدعم السريع. بيدخلوا على البيوت، دول السودان بيدخلوا على البيوت يقتلوا ويدبحوا اللي فيها، بتوع الدعم السريع دول. اطفال، نساء، شيوخ، مسنين، عجزه، اي حاجه بيتقتلوا. العالم كله يعرف حاجه عن الموضوع ده؟ حد اتكلم عن الموضوع ده؟ ما هو دول مدنيين، وانتوا بتتغنوا بان اسرائيل بتقتل المدنيين. طب دول بني ادمين برضه على فكره، وعندهم اطفال ونساء ومسنين، وبتتغنوا باللي بيحصل في غزه من اطفال ونساء وشيوخ، واللي بيقول لي ان انت يعني بتتفنني وتتباري مش عارفه ايه عشان تتكلمي عن اسرائيل. طب حضرتك ما اتكلمتش ليه على اللي بيحصل في السودان؟
حد اتكلم، حد طلع بمظاهره؟ هل في بيان اشجب واجين اللي بيحصل في السودان؟ هل جامعه الدول العربيه اجتمعت او حتى طلبت انهم يجتمعوا؟ بلاش اجتمعوا، طلبت انها تجتمع لان دي دوله عربيه برضه مش كده؟ ومسلمه على فكره، دوله مسلمه. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اتكلم على المسلمين اللي في السودان واللي بيحصل فيهم، ولا بس فاكرين غزه عشان اسرائيل يهود، ولا بس فاكرين غزه عشان زي ما بتقولوا انها حرب دينيه؟ لكن دول مش حرب دينيه، ما نتكلمش فيها، ما نجيبش سيرتهم، ما ندافعش عنهم. لا 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 اسكتوا، ما هو مسلمين بيقتلوا بعض، ما هي المصيبه انهم مسلمين بيقتلوا بعض. بتوع الدعم السريع دول بوذيين ولا هندوس ولا ايه بالظبط؟ مسلمين. اللي عايشين في السودان ايه؟ مسلمين. بتقتلوا بعض، ما بتتكلموش عنهم ليه؟ ما بتتكلموش عنهم ليه؟ اشمعنا غزه اللي الاعلام العالمي كله بيتكلم عنها؟ هم دول مش الاطفال، دول هتقفوا قدام ربنا وهتقولوا ان انتوا اتخرستوا، ما جبتوش سيرتهم خالص، ما حدش جاب سيرتهم خالص خالص. ليه؟ عشان مش حرب دينيه، عشان ما هياش اسلام ويهود، عشان هي اسلام واسلام. طيب دي الصوره، تعالوا بقى ندخل في اول حاجه. حلقه النهارده او يعني الجزء اللي جاي ده انا مسمياه اللي اختشوا ماتوا، جايبه لكم الاسم اللي اختشوا ماتوا. فعلا مش هحكي لكم حكايه اللي اختشوا ماتوا لان عشان ما اخدش وقت الحلقه، لان دي حكايه جميله وظريفه لكن مش وقتها. المهم الحوثيين اللي في اليمن والسعوديه بقى لهم كام سنه بيتعاركوا؟ اكتر من 5 سنين، مش فاكره البدايه كانت 2017 ولا 18 19 مش فاكره عشان ما اكذبش. بقى لهم سنين بيضربوا ببعض، برضو مسلمين ومسلمين، شيعة وسنة، خلاص؟ اوعوا تنسوا ان الحلقة اللي فاتت اثبتت لكم الاسلحة اللي قبل اللي فاتت، اثبتت لكم الاسلحة اللي مع غزة جاية منين؟ من ايران. ايران ايه؟ شيعة. بما ان ايران شيعة وبتضرب في كل السنة مش مشكلة، انا عايزة اسيطر على الشرق الاوسط وارجع الامبراطورية الفارسية زي ما في واحد تاني عايز يرجع الامبراطورية العثمانية اللي اسمه اردوغان، اللي بنته عمالة تحط حاجات كلها كدب في كدب على اليوتيوب، على البتاع ده، على تويتر، كلها بنته، خلاص. المهم سنة وشيعة مش مشكلة. ايران حسب ما سمعت من مسؤول فلسطيني، مش فلسطيني بالظبط، مسؤول كبير، بيقول ان ايران بتدي حماس سنويا غير السلاح، بدوس على الكلام ازاي، غير السلاح 250 الف دولار سنويا، خلاص، غير السلاح. السلاح وريته لكم. طيب هنمشي حته حته عشان اوريكم بس ايه اللي بيحصل، عشان اللي بيبعتوا لي الايميلات دي او التعليقات دي يبقى فاهم. ولو انت منافق النفاق ليك، لو انت بوشين ليك، بس اوعى تنسى ان انت ما تعرفش ربنا، لان ربنا اسمه الحق. ولو انا بتكلم بتكلم الحق ليه؟ لاني بقول لك اللي حصل في غزه مين السبب فيه؟ السبب فيه ارهابيين حماس. ليه بقول ارهابيين؟ عشان برضو ما ترجعش تشتم. ليه بقول ارهابيين؟ لانهم الذراع العسكري اللي عايز قطعه لجماعه الخونه المجرمين. جماعه الخونه المجرمين مصنفه انها جماعه ارهابيه. لما يكون الجناح العسكري بتاعها يبقى جماعه ارهابيه. تابعين للجماعه الارهابيه. فهم ارهابيين حماس. مين اللي دمر ومحى غزه؟ اسرائيل ولا حماس؟ هثبت لك كل حاجه دلوقتي واحده واحده، بس يا ريتك تقدر تستحمل
كله أرجوكم ادعوا أصدقائكم. عارفين لما كانوا الحوثيين الشيعة بيضربوا السعودية السنة، حماس كانت بتعمل ايه؟ أوريكم فيديو، نشوف الفيديو. شايفين رافعين صورة مين؟ قيادات إيران. شايفين القيادات اهي، قيادات الإيرانية. ده غزة، غزة الآن عاجل. أيام قصف ميليشيات الحوثي للمملكة، غزة كانت طالعة بالفيديوهات دي، بالصور دي، بالمظاهرات دي. رفع صور مين؟ إيران اللي بتلحس إيديها دلوقتي وبتبوس إيديها وجزامها. لازم، ما أنا بديك، لازم تدعمني حتى لو بقتل السنة اللي انت منهم. خونة، تقدر تقول غير كده؟ خونة. ما انت مسلم سني، وانتوا على فكرة بتكفروا بعض، السنة والشيعة بتكفروا بعض، الشيعة بيكفروا السنة والسنة بيكفروا الشيعة، فهم بالنسبة لك كفار. يا شيعي السنة بالنسبة لك كافر، ويا سني الشيعي بالنسبة لك كافر. ياما فيديوهات عندي للاتنين بيكفروا بعض، ماشي؟ ومع ذلك انت بتدعمهم. بتدعمهم عشان ايه؟ بتبوس ايديهم ليه؟ وبتبوس جزامهم ليه؟ عشان السلاح تاخده وعشان الفلوس تاخدها. ما هو انت الشخشيخه اللي في ايد ايران اللي هي عايزاك تدمر اسرائيل بيها. لازم امحي اسرائيل من على الخريطه، ما يكون لهاش وجود تاني. مين اللي بيقول الكلام ده؟ ايران. تعمل ايه عشان هي تعمل كده؟ تشغلك شخشيخه في ايديها، اعمل كذا وخد. حاضر، سمعا وطاعا يا مولاي. وتعمل اللي هي بتأمرك بيه، وتديك السلاح وتضرب وتقتل، ومش مش مشكله. وتسميها الاقصى، طوفان الاقصى. دخلت باسم الدين بيوت اليهود وقتلت وذبحت وخطفت. تقدر تقول غير كده يا اللي بعت لي الايميل؟ مش هم اللي ابتدوا؟ مش هم اللي عملوا كده في بيوت اليهود؟ وادخل واتفرج على الفيديوهات عملوا ايه في بيوتهم وهم امنين. الاطفال اللي خطفوهم الست شهور اللي انا عرضت صورهم، ست شهور. انت متخيل يا اللي بعت لي الايميل اللي انت عمال تقول ان انا بدافع عن اسرائيل، متخيل ابنك لو عنده ست شهور واتاخد من سريره عند اليهود مثلا، انت حالك هيبقى شكله ايه؟ لو داعش اللي خطفتهم خطفت ابنك وعند داعش، انت هتعرف تاكل وتنام وتعيش؟ ما هوش طفل واحد، ده اطفال. ما هياش واحده ست بس، ستات. ما هياش مسنه واحده، عرضت لكم صور مسنين كتير. يعني مين اللي ابتدى؟ هوريك حاجه حلوه قوي في الحلقه النهارده، جميله، بس استحمل. اللي بعدها، دي الفيديو بتاع الحوثيين. حماس، انا قلت لكم قبل كده ان انا عرضت فيديو قبل كده لحماس وهي بتضرب الشعب الغزاوي اثناء الصلاه في الجامع. تصدقوا؟ حماس الارهابيه. وده كان من سنين انا عرضته، والحمد لله لقيته امبارح تاني. هدعم لك بيها كل يعني انت عشان تصدق ان حماس دي ارهابيه مالهاش دعوة بالدين. ما المصيبة انهم بيخدعوكوا انها مقاومة اسلامية، مالهاش دعوة بالدين خالص. ارهابية ارهابية باسم الدين. لما تضرب الناس اللي هي بتصلي وهم بيسجدوا وهم واقفين وهم مش عارفة ايه، وتضربهم بالعصيان اللي هي الحديد دي، دول بيعرفوا ربنا بالدين؟ ده ناس بتصلي. تعال نشوف الفيديو. بصوا العصايه اللي في ايديهم، وهوريكم دلوقتي هيدخلوا هم على، شايفين؟ بيقول له هتاخدني على جنب، هو بيقول له ما تصورش، بيقول له يعني هتاخدني على جنب زي المره اللي فاتت. بصوا اهي الجامع اهو.
شايفين؟ شرطة حماس، حماس حماس، عشان ما تفتكروش انه فيديو. بعد اذنك يا مينا معلش لو سمحت، عايزه الحته اللي فيها شرطة حماس. ينفع تجيبها؟ مش عارف. ضرب بقسوة. اللي بعديها بقى هي المسجد فاضي، بيقولوا لهم انتوا ليه بتصلوا في الشارع بره؟ المسجد فاضي، ادخلوا جوه شوفوا هيعملوا فيكم. الاهم لو هم بيعاقبوا الناس عشان بيصلوا في الشارع. يا سكان اوروبا الاصليين، يا كل بلاد اوروبا، يا اللي بتسمحوا حتى الان للمسلمين يصلوا في الشارع، اعملوا زي حماس. اقل حاجه اعملوا زي حماس. من حقكم اذا كانت حماس بتعمل كده، من حقكم تقولوا لهم ادخلوا جوه الجامع، ولو ما سمعوش الكلام يتضربوا زي ما حماس عملت. هي قال ايه؟ هي كل المعترضين على سياسه حماس اتلكوا كلهم، دول واقفين بيصلوا في الشارع، ادخلوا جوه الجامع. انتوا بتصلوا في الشارع ليه؟ نفس الحكايه، ما انتوا في اوروبا بتصلوا في الشارع يا مسلمين بالالاف. حد فيكم في الشعب اي دوله اوروبيه اعترض مره واحده على اللي انتوا بتعملوه؟ اشمعنى حماس اعترض؟ اشمعنى حماس بتضرب؟ اشمعنى حماس اهانت؟ اشمعنى حماس جرحت شعبها؟ شعبها الغزاوي قمة الرحمة، قمة الرحمة من قيادات حماس الإرهابية على شعب غزة. طبعا الشعب اللي اتضرب بهذه المهانة وهذه الطريقة، تفتكروا هيحبوهم؟ هيحبوا حماس؟ ولا هيبقوا قاعدين غصب عن عينهم وكل حاجه حماس تقولها؟ لانه ملهوش يعني، ده بيته، محل اللي بيشتغل فيه، الارض اللي مثلا اي حاجه، اي حاجه بيشتغلها بيشتغلها، هيسيبها ويروح فين؟ هيعزل؟ هيروح فين؟ هيروح الضفه؟ يعني هيسكن جنب اسرائيل؟ طب هيقعد في حماس لانه مش قادر، مش قادر ينقل، مش قادر يجيب بيت هناك، مش قادر يبيع، مش اي حاجه، فبالتالي قاعد غصب عنه تحت مذله ومهانه وتحكم واجبار على اللي هم عايزينه. حماس تقول سمعا وطاعا، يقال ادخل جوه الجامع، يبقى هو لو هو عايز يصلي مره تاني والجامع جوه مليان هيخاف يصلي في الشارع، بالتالي مش هيصلي. انا اروح اصلي في الشارع عشان حماس تيجي تضربني؟ لا مش هصلي. شفتوا بيشجعوا الدين ازاي؟ شفتوا الدين عندهم شكله ايه؟ اللي بعده ده فيديو حماس بتضرب شعبها، مبروك عليكم، افهموا. استاذ ابراهيم عيسى، ربنا يطول حياتك وعمرك على كميه الفيديوهات والحلقات اللي حضرتك عاملها في الفتره الاخيره لتنوير المغيبين. انا بصراحه كل حلقاتك بتفرج عليها، لانهم فعلا بتدينا معلومات مهمة جدا جدا عن اللي بيحصل، عن اللي بيحصل. أستاذ إبراهيم قال إيه؟ حماس مش مقاومة، واللي بتعمله ليس له علاقة بتحرير الشعب الفلسطيني. حماس حكومة غير شريفة وحركة غير وطنية. أنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، هي ليه ما عملتش حركة حماس الوطنية؟ ليه مسميها حركة حماس الإسلامية؟ ليه مدخلة الدين في الموضوع؟ لو انت بتحارب وانت مقاومة وعايز تحرر أرضك، تبقى حركة وطنية مش حركة إسلامية، لكن انت مسميها حركة إسلامية. إذا بتلعب بالدين وليست بالوطنية، ان انت عايز تحرر أرضك، انت ما بتحررش أرضك. وقيادتها بيعتبروا فلسطين سواك لتنظيف أسنانهم، وبيشعروا بالقيء لما بيسمعوا عن إقامة دولة فلسطين. اللي قال في، أنا شفت الفيديو وشفت في كذا حتة يعني، بس أستاذ إبراهيم عرض الفيديو. الزهار أعتقد إنه عايش في تركيا. الزهار في فيديو قديم قايل بالظبط كده، فلسطين زي السواك اللي هم بينظفوا بأسنانهم ده، ولما بيسمع كلمة فلسطين بيحس إنه عايز يتقيأ. لكن الأهم كان جنبه، في الفيديو موجود كتير يعني، كان جنبه الكرة الأرضية وبيقول للناس إيه؟ هو أنتوا شايفين فلسطين على الخريطة؟ وبيضحك.
طب انت فرحان ان اسم فلسطين اتشال من على الخريطه؟ وبتحس لما بيذكر اسم فلسطين ان انت عايز تتقيأ؟ هي دي بلدك؟ بلدك انك تسم ان انت لما تسمع اسمها تحس ان انت عايز تتقيأ؟ ده انا بدور على اي حد في اي مكان اقعد فيه عشان اجيب سيره مصر، عشان نفسي اسمع اسمها كتير. انت بقى بتسمع اسمها بتبقى حاسس ان انت عايز تتقيأ؟ فرحان انها مش موجوده خلاص على الخريطه؟ يا مجاهد يا من القيادات، انت قاعد في تركيا بتعمل ايه؟ مش انت قياده من قيادات حماس؟ ما رحتش ليه غزه تحارب وتجاهد من اجل تحرير وطنك؟ زي ما انتوا بتقولوا انها محتله ومغتصبه والارض ارضنا ومش عارفه ايه. ادي واحد من قيادات حماس، وريت لكم ابن هنيه فين، وريت لكم خالد مشعل بيعمل ايه، كلهم كلهم. هي دي القيادات اللي تشرفكم يا غزاويين او يا فلسطينيين؟ شوف اللي بعدها. المطبلاتي بيطبل لكل العصور وهيفضل مطبلاتي. قال يعني لما لبس الكوفية اللي عليها علم فلسطين كده بقى يعني مدعم لفلسطين. هجوم عنيف من مصطفى بكري على أحد الإعلاميين اللي هو طبعا الأستاذ إبراهيم عيسى، هو ما قالهوش بالاسم لكن هو طبعا كل كلامه بيقول يعني بيدعم غزة وبيهاجم، فهو مش عاجبه الهجوم العنيف اللي أستاذ إبراهيم عيسى بيهاجم بيها قيادات حماس واللي بيعلنها انها ما هياش مقاومه ما هياش حكومه شريفه و و و. فالحاج مصطفى بكري مش عاجبه الكلام ده، مش عاجبه ان الاستاذ ابراهيم بيعمل الكلام ده، فبالتالي اعمل ايه؟ اشن هجوم عليه. طب يا حاج مصطفى، في كل اللي انت قلته، بعد اذنك يا مينا هات حته كده صورته سيبها بحالها، عندما يخرج ويلقي باللوم على المقاومه ويجعلها مسؤولة عن ما حدث في قطاع غزة، أقول له ولماذا لم تسأل نفسك ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ إيه اللي دفعهم؟ إن هم شخشيخة يا حاج مصطفى، لأنه بقالهم سنين من 2007 حتى الآن ما حرروش شبر واحد، فجايين من 2007 لغاية دلوقتي هم نسيوا بس يدمروا غزة، فقالوا ايه؟ ايه ده؟ ده غزه ما اتدمرتش، ده احنا لازم ندمرها. الكفاح المسلح في مواجهه الاحتلال حق ضماناته الامم المتحده للشعوب، صح. سموا يعني هم هدم الاقصى ودنسوه واعتدوا على كل المحرمات بغض النظر عن اي خلافات فكريه مع حماس. ليه يا حاج؟ ما تظهر الخلافات الفكريه الدينيه. لكن المقاومة تخوض الآن أشرف وأنبل معركة دفاعا عن حق شعبنا الفلسطيني، أشرف وأنبل. العشر تلاف شهيد اللي انتوا بتقولوا عليهم شهداء، العشر تلاف وحورهم لك دلوقتي بالاسم أو بالعدد، يعني العشر تلاف دول من الشرف والنبل من حركة الإرهابية حماس. ده بقى شرف ونبل إنها دمرت أبادة غزة؟ هو ده الشرف؟ الفلسطينيون ظلوا 75 سنة ينتظرون ولو تنفيذ قرار واحد لمجلس الأمن والأمم المتحدة. لا يتوجب طعنها في الظهر، هي فلسطين يعني. يا ليتك صرخت ضد إسرائيل وأمريكا الذين يبيدون أهلنا بلا رحم. من يتخلى عن غزة لصالح إسرائيل غدا سيتخلى عن مصر ايضا. لا 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 معلش. يا حاج مصطفى، ممكن تخليك شجاع وتطلع زي ما انت قلت، وعلى فكره هو قال الكلام ده في مجلس الشعب كمان، تطلع وتقول لنا ايه رايك في الناس اللي بتطالب ان جيشنا الجميل الحلو المحترم اللي شعراية في أي عسكري فيهم برقبة حماس واللي في حماس، تقول لنا هل موافق إن جيشنا ده يدخل في معركة مع إسرائيل؟ خلي عندك الشجاعة واطلع قول البيان ده.
يعني قول لنا انت موافق ولا مش موافق، انت بتدعم غزة وان انت عايز تحرر الارض، وطبعا حماس ما عندهاش جيش زي جيشنا الجميل، ربنا يحميهم يا رب، ما عندهمش القوات المسلحة زي عندنا، ما عندهمش الأسلحة اللي عندنا، حتى لو إيران ادتهم ما عندهمش أي حاجة زينا. جيشنا اللي عبر في 73 يقدر يعمل حاجات كتيرة قوي. بس سؤالي ليك، أنت موافق إن جيشنا يشترك مع إسرائيل في حرب من أجل غزة أو فلسطين؟ موافق؟ أتحداك لو رديت وقلت آه أو لأ، أتحداك، لأنك هتبقى زي الفار وهتستخبى في السؤال ده، لأنك ما تقدرش تقول آه وما تقدرش تقول لأ. لو قلت آه يبقى أنت بتضحي بجيشنا وبلدنا كلها. لأن هوريك السؤال اللي جاية، أعتقد إنها اللي جاية يا مينا، اللي هي بتاعة القواعد الحربية. لأن أمريكا اللي أنت بتتكلم عنها أهي، أمريكا اللي أنت بتتكلم عنها اللي هي مش عارفة بتعمل إيه لإسرائيل وبتدعم إسرائيل واللي 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 واللي، عندها كام قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط؟ السعودية فيها ثلاثة، سلطنة عمان فيها ثلاثة، إسرائيل فيها قاعدة واحدة، الإمارات فيها ثلاثة، الكويت فيها واحدة، المفروض تركيا فيها اتنين، قطر فيها اتنين، العراق فيها واحدة، البحرين فيها أربعة، فلسطين مش دي، لا دي الأردن، الأردن فيها واحدة. شايف كم قاعدة حربية؟ شايف؟ أنا نسيت أجمعهم. كل القواعد الحربية دي لمجرد إن جيش مصر يتحرك تجاه إسرائيل، المدمرة أو حاملة الطائرات اللي في البحر المتوسط زائد القواعد الحربية دي كلها هتتحرك ضد الجيش المصري. عشان كده بقول لك أتحداك إنك تجاوب. موافق الجيش يدخل في معركة مع إسرائيل؟ ولو قلت لأ يبقى أنت بوشين، لأنك منافق مش عايز إسرائيل، مش عايز فلسطين تتحرر. شايف القواعد؟ شايف القواعد قد إيه؟ الغريبة إن إسرائيل عندها قاعدة حربية واحدة، ولكن كل الدول دي وافقت على إنها يكون عندها قواعد حربية أمريكية، قواعد عسكرية. شايف الدول قد إيه في الشرق الأوسط؟ كل الدول دي القواعد الحربية بتاعتها والعسكرية بتاعتها هتتحرك تجاه أي حد يلمس إسرائيل. عشان كده بسألك، موافق ولا مش موافق؟ لو مش موافق تبقى أنت كذاب وبوشين، لأنك مش عايز تحرر إسرائيل فلسطين. ولو موافق تبقى أنت بتضحي بمصر وشعبها وجيشها وأموالها وكل حاجة. أنت إيه فيهم بقى؟ أنت بس عمال تهاجم اللي بيلمس حماس بالكلمة. طب إحنا مش بنتكلم على الكلمة، إحنا بنتكلم على تحرير الأرض. طب ما تروح، هو أنت صعب عليك إن أنت تروح فلسطين أو عند غزة؟ مش صعب عليك ولا حاجة، هتقدر تروح بس هتروح عن طريق إسرائيل. هتروح وتاخد عن طريق إسرائيل وتدخل غزة عن طريق إسرائيل، إيه رأيك؟ روح يلا جاهد معاه، مش الجهاد فرض عليك؟ روح جاهد معاه، أنت وأمثالك اللي هنشوف فيديو بتاعهم دلوقتي. هوريكم حاجة، فيديو جميل قوي قوي، وده لكل اللي هم مش بيعترفوا إن حماس الإرهابية هي السبب في إبادة غزة. الفيديو اللي جاي ده قبل طوفان الأقصى بأيام، في 18 ألف فلسطيني بيروحوا يشتغلوا في إسرائيل، بياخدوا 2500 دولار، بس قبل ما يشتغلوا إسرائيل بتعمل عنهم تحريات أمنية، ما يكونش واحد من داعش، ما يكونش واحد من قيادات الإرهابية، مواطن عادي أهلا وسهلا تعال اشتغل. 2500 دولار، ممكن غيره ما يكونش طايل 50 دولار،
لكن هو بياخد 2500 دولار ممشي بيته ممشي حياته المدارس العلاج اللي اللي اللي. شوفوا الفيديو والجيش الإسرائيلي بيسلمهم التصاريح الأمنية عشان يدخلوا ويشتغلوا، وشوف فرحتهم باستلام التصاريح. نشوف الفيديو. ايه رأيكم؟ ناس هتشتغل، ناس عايزة تعيش، بيستلموا التصاريح عشان يدخلوا يشتغلوا. حماس عملت فيهم ايه دول؟ ال 18,000 عملت فيهم ايه؟ دمرت بيوتهم، دمرت عيالهم، شردتهم، خلتهم مش لاقين ياكلوا، ده اذا ما كانوا لسه عايشين. ايه رأيكم؟ ناس عايزة تعيش وعايشة، وانت فاكر بقى ان اللي انت عملته ده يا عيني يا حرام، انت بتجيب الديب من ديله وهتعمل قصور، هتبني لهم قصور بعد ما حرر فلسطين. حررت فلسطين يا حاج؟ انت وهو؟ حررت غزة؟ قدرت يعني تديهم الحياة الأحلى من اللي هم كانوا عايشينها؟ بعد الشر انت دمرت. اي حد هيتكلم عن إبادة لإسرائيل لغزة يبقى كذاب. اللي أباد غزة هم قيادة حماس، لأن هم اللي ابتدوا. ناس كانت عايزة تعيش، ناس كانت عايزة عايشة في سلام وأمان، ناس بتربي ولادها، وانت بقالك 75 سنة ما خدتش شبر، ما خدتش شبر واحد، بل بالعكس انت بتتقاق لورا. فانت بتعمل ايه دلوقتي؟ انت بتنيلها بزياده، هي منيله بنيله وانت بتنيلها بزياده، زودتها خلاص، هي اتحرقت خلاص، هي باظت. وبعدين هترجع تولول وتصرخ وتلطم اعمار غزه وخد. بس اللي كان زمان مش هيحصل تاني، عارف ليه؟ لانهم عرفوك. اللي كانوا بيدعموك عشان خاطر تبني غزه ما حدش هيدعمك. اللي انتوا عمالين تصرخوا اين الشعوب الاسلاميه؟ الشعوب العربيه؟ الجيوش العربيه؟ انتوا فين؟ انتوا مش عارفين؟ ولا حد هيسال فيك ولا يعبرك. لانهم فهموا اللعبه. فهموا ان انت شخشيخه في ايد ايران. فهموا ان ايران بتلعب بيك. انت ما عملتش حاجه لاسرائيل وما دمرتش اسرائيل ولا حررت ارضك ولا عملت اي حاجه. انت قتلت شعبك بس. تعالوا اوريكم اللي بعدها. دي الخريطه. انا عايزه بقى ايه بعد اذنكم اوريكم الحته دي، مهمه قوي. مش عارفه يا رب. دي الخريطه اللي انا كاتبه عليها 277 كيلو، دي الحدود مع اسرائيل. يعني الحدود مكتوب ايجيبت اهي ومكتوب اسرائيل في الناحيه الثانيه. 277 كيلومتر الحدود ما بين مصرنا الحبيبه واسرائيل. السهم اللي فوق ده 11 كيلومتر على الساحل او يعني على سيناء او على رفح ما بين مصر وغزه، 11 كيلومتر. هقول لكم مصر عملت ايه في الجهه اللي فيها السهم اللي هي ارضنا احنا. مصر عملت ايه؟ دي حدود رفح المصريه. سور حديد دي فولاذي بارتفاع 7 متر. بنت، خدوا بالكم، بنت سور حديدي فولاذي بارتفاع 7 متر. في 8 بوابات حديديه. في هذا السور بعده على طول في ممر بتمشي فيه العربيات ما بيننا وما بين ده، كل ده في ارضنا. يعني ما دخلتش ناحيه غزه، كل ده في ارضنا. بعديها في طريق لسير المدرعات للتفتيش الامني على الطريق. ثم سور جرانيتي ارتفاعه 4 متر. والسور الحديدي والجرانيتي فيه 27 برج مراقبه و124 كاميرا و7 رادارات، رادار يرصد
بعد السور الخرساني في ممر تاني للمركبات انها تعدي وتفتش، ثم كتل خرسانية وزنة الوحدة طن. بعديها عملوا بحيرات صناعية بعمق 20 متر. بعمق 20 متر، يعني أي حد من غزة يحب يفكر بس إن هو يعدي من غزة إلى رفح المصرية يبقى بيحلم. يبقى بيحلم. لأنه هيقابلوا السور الحديدي ثم الخرساني ثم الكتلات الخرسانية دي ثم البحيرات المائية، عشان كل ده مفيش دبانة تقدر تعدي إلا بإرادة الشعب المصري أو الجيش المصري. يعني اوعى تحلم ولا تتخيل إنك ممكن يعني تعتدي على أرضنا وتاخدها، ما تحلمش. أبو عبيدة اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، الملثم اللي عامل زي الفار اللي بيستخبى في الجح، بيقال إن مصرنا الحبيبة بعتت له 300 ألف عبوة دواء وآلاف الأطنان من المواد الغذائية واللحوم والمساعدات وأبراج نت واتصالات، والجرحى بيتعالجوا في مصرنا الحبيبة على حسابنا. وعمل الجيش المصري عمل مستشفيات ميدانية على الحدود لاستقبال الجرحى. في أكتر من كده؟ مفيش. ومصر بتتوسط أو بتتواصل مع إسرائيل لوقف إطلاق النار عشان إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشعب الفلسطيني. ولكن الحاج أبو عبيدة طالع بيشكر إيران وتركيا. مش بقول لكم اللي اختشوا ماتوا؟ اللي اختشوا ماتوا فعلا. يعني طبعا في فيديو اتكلمت عنه الاسبوع اللي فات اللي هم بيقولوا ان مصر بعت لهم بسكويت واغذيه عشان طبعا الناس تاكل، يعني ده غير الرز والمكرونه واللي 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 واللي. بس الحلوين الغزاويين او الفلسطينيين مسكوا باكو البسكويت الاكسباير بتاعه او انتهاء الصلاحيه بتاعه اخر نوفمبر. يعني من اول نوفمبر لاخر نوفمبر انت هتخزنه وتحطه تحت البلاطه عشان وقت الحجه تاخده. مش هتاكله دلوقتي بعد الشهر؟ لا 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 يا راجل. فهو بقى طالع بيهلل الغزاوي او الحمساوي او الفلسطيني، وقايل الكلام ده على مش مصر بس، قايل على كذا دوله. بصوا عشان تعرفوا ده هيبقى اكسباير، ده اكسباير يا عم لسه شهر. لا 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 مش مهم. يعني انت هتخزنه؟ لا ده بضع فاضل شهر، يعني تاكله تكون كلته؟ لا. مصر بتبعت لهم اغذيه فاسده هتبقى منتهيه الصلاحيه بعد شهر. اللي اختشوا ماتوا، اللي اختشوا ماتوا. مش هقول الحمد لله ان ربنا حنن قلب شعوب وبعت لنا حاجه ناكلها؟ ما تخلي الحلوين الارهابيين بتوعك يجيبوا لك اكل. مش هم اللي عملوا فيك كده؟ لا ده احنا بنطبطب عليكم بنقول لكم انتوا حبايبنا. لا انتوا وحشين عشان انتوا بتبعتوا لنا اكل هيبقى اكسباير بعد شويه. انتوا وحشين. اللي اختشوا ماتوا. بنت الرب اهلا وسهلا بحضرتك. ناديه سلام المسيح. سلام ونعمه ليكي، اهلا وسهلا بيكي. تعرفي بقعد بترك كل شغلي وبستنى برنامجك بالساعه والدقيقه. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. اه والله بالساعه والدقيقه. بحييك على هالبرامج، على هالمواضيع اللي بتثيريها، المواضيع الرائعه. ربنا يخليك. بدايه بدي احكي اجاوب هذا الشخص المصري اللي عندكم اللي طالع بقول لحماس وليش ما بدنا نساعد الفلسطينيين. يا هل ترى بحب اذكره، مش حماس اللي قتلت جنود مصر؟ مش حماس اللي قتلت البص 50 متخرج من الجيش المصري؟ بيساعدهم عايش؟ ده كان بيساعدهم عشان بيقتلوا العرب؟ ده كان في أول يوم في رمضان كمان؟ أها بيساعدهم عايش. بعدين هو هم قاعدين خالد مشعل، أنا حضرت على العربية مقابلة مع خالد مشعل عم بطلب الدول العربية ومصر تساعده. أيوه
المذيعة قالت له: يا هل ترى أنت شاورت الدول العربية قبل أن من تقوم بعملية 7 أكتوبر؟ طبعا لا. شاورنا هو؟ ليش نساعده على أي أساس؟ هو يشاور إيران ما يشاورش الدول العربية. بدي أحكي لك شغلة، هن لما فلسطينية حماس وفتح اختلفوا مع بعض. أنا شفت الفيديو بعيني، قتلوا الضابط الفلسطيني وجروه بالسيارات. ايوه شفته، جروا بالسيارات. يس. اي هم ما لهمش خير ببعض، يروحوا يولوا قاعدين يبيعونا وطنيه، الوطن يقعد بحرب المكركه، هن متخبيين تحت بالانفاق وقاعدين الشعب عم بموت. بدك تحارب اطلع وقف قدام الجندي الاسرائيلي نزل بنت حارب، مش تتخبى زي الفار والجردون. لا لازم يبقى زي الفل. المرة هذيك أنا حكيت لك بالنسبة لأذربيجان، هاي شغلة أذربيجان وغرفاغ لها حوالي 3 شهور. ما سمعت قناة جابوا هيك يعني رؤوس أقلام عن اللي تهجروا، عن اللي ماتوا، عن اللي جاعوا سنة، أطفال ما كان يدخلهم الحليب. ولا دولة من الأمم المتحدة إلا بعد ما طلعوا وراحوا على أرمينيا حاولت تساعدهم. كل الدنيا عم بتحاول تساعد فلسطين ومش عجبهم. ومش هيعجبهم يا بنت الرب، مش هيعجبهم برضه. هلا احنا بالنسبة لما كانوا يحاربوا فلسطين، يحاربوا إسرائيل، ولما كنت أنا بالأردن والجيش الأردني، أخوي كان بالجيش التجنيد الإجباري. تعرف شو كان يعملوا؟ كان الوقت ما كانوا ضد الجيش الأردني، أخوي ما كان يقدر ينزل بزيه على الشارع، لا هو ولا أي جندي، لأنه كانوا يخطفوهم يقتلوهم. أشكرك. هدول هم المناضلين تعونهم. لا دول قاعدين في الجحور تحت زي الفيران. أشكرك جدا يا بنت الرب، أشكرك وببقى سعيدة بسماع صوت حضرتك، وأتمنى كل حلقة نسمع صوتك. أشكرك كان جدا. كان بالحدود الحدود الإسرائيلية الأردنية كانوا يجوا الفدائية يضربوا على اليهود ويتخبوا بالملجأ والجيش الأردني ياكل القذائف. أيوه هدول هم جبناء، جبناء بكل ما تعني من هالكلمة من معنى. أشكرك جدا، أشكرك دايما بتزودينا بمعلومات، أشكرك يا بنت الرب. أنا فاكرة كويس قوي يمكن قلت الكلام ده لما كنا في الجامعة وكان في طلبة فلسطينيين وكانوا بيبقوا عايشين في مصينا الحبيبة، أكلين شاربين وبياخدوا معونات من البلد وكل المميزات كانوا واخدينها. كان بيبقى قاعد صدقوني بأمان في المحاضرة قبل ما الدكتور يدخل وفارد رجله قدامه كده، ولو أنا عايزة أعدي ما ينفعش أعدي عشان هو ما ينزلش رجله، وبكل أمر يعني يتأمر ويتكلم معانا كأنه هو مش عارفة مين وإحنا مش عارفة مين، مع أنه بيأكل من خيرنا. لا لا لا، ولو كلمتوه بس كلمة عشان إحنا مش عارفة إيه، عشان إحنا لاجئين شايفين بتعاملونا إزاي. يا عم أنا ما كلمتكش وما قلتلكش حاجة، أنا بقولك عايزة أعدي نزل رجلك. لا لا لا، ربنا يسامحه. عايزة أنا طبعا بحب الجيش المصري جدا جدا، عايزة أوريكم فيديو عشان نطمن إن مصرنا الحبيبة بخير. وعلى فكرة اللي هو كاتب برضو تحت فيديو من الفيديوهات إن السيسي حول الجيش بتاعنا اللي مش عارفة إيه بيبيعوا خيار وقوطة ومش عارفة إيه. على فكرة بقول لحضرتك إن في شعوب كتير أو دول كتير من الدول الأجنبية جيشها بيعمل حاجات زي اللي بيعملها جيشنا واكتر. فمره هجيبها لك كلها وبالدليل، بس هوريكم فيديو لجيشنا واسمعوا السيسي بيقول ايه، واسمعوا جيشنا اللي بيتغنى فعلا ان هو يقدر يحمي بلادنا فعلا، وهم دلوقتي 100,000 جندي في سيناء، 100,000 جندي في سيناء يحموا سيناء. نقطة وأول السطر، نشوف الفيديو. إذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو هيبقى قادر يعملها كل مرة. طبعًا الفيديو طويل وهم الجيش، بس إذا كان الجيش المصري فعلًا
عملها مرة اللي هي في 73 قادر ان هو يعملها تاني وتالت وعاشر ويحمي أرضه يحمي فلسطين. شايفين الكاميرا ماشية بكل الفيديو طويل ويعني حاصر أو يعني عارض كمية الدبابات والمدرعات اللي في سيناء اللي وصلت لسيناء عشان تحمي أرض سيناء. إحنا مطمنين يا ريس ومطمنين يا جيشنا وربنا يحميكم يا رب، وصدقوني بنصلي لكم ربنا يحافظ عليكم ويحميكم ويحمي مصرنا الحبيبة. ده الفيديو بتاع 100,000 جندي مصري أصبحوا في سيناء. دعوة مني لكل إخواتنا المسلمين اللي في بلاد الغرب الكافر اللي بيطالبوا بتحرير فلسطين واللي بيطالبوا بإن نساعد غزة وخاصة مصرنا الحبيبة، وان احنا نقف جنبها وان احنا ندعمها وان جيشنا مش عارفه يعمل ايه وايه وايه. انا بقول لكم دعوه مني، الجهاد فرض في حاله استطاعك. اترك بلاد الغرب الكافر وارجع لفلسطين غزه والضفه وحارب وحرر ارضك، لكن ما تقعدش زي مش عارفه ايه في بلاد الغرب الله هو اكبر ولا اله الا الله ومش عارفه ايه وايه وايه وانت عمال تهاتي بس كلام وتقول وتتكلم عن تحرير غزة أو تحرير الأرض الفلسطينية. تعالوا شوفوا في ألمانيا، ده فيديو صغير يعني حاجة عينة من كل الدول الأجنبية عينة. اسمعوا بيقول ايه. محمد رسول الله، كده انت حررت سيناء؟ سوري فلسطين؟ كده انت حررت فلسطين؟ ما عملتش حاجة. أنا مش سامعة. أنا ما سمعتش، معلش مخ يمين. فأنا بطالب المسلمين اللي في بلاد الغرب ارجعوا إلى فلسطين وحرروها. بلاش الشعارات الجوفاء اللي أنتوا بتقولوها في البلاد الغرب ده. وطبعا يا عيني الغرب فهم الله اكبر شعار الارهابيين معروف، لان كان اي واحد بيعمل اللي هي الذئاب المنفرده يقتل يذبح مش عارفه ايه يدخل في عربيه كان بيقول الله اكبر، فهم خلاص حفظوها كلمه الله اكبر ان دي شعار الارهاب عادي. ولما تقول لا اله الا الله وهم سامعينك وانت بتقول لا اله الا الله كده انت بقى خلاص اثبتت ان انت مؤيد لغزه ومؤيد لفلسطين. صدقوني بامانه العالم بيضحك عليكم. صدقوني كمان مره العالم بيضحك عليكم، لان عشان احرر ارض محتله ده فعلا ليها اصول، ليها اصول مش بالكلام. جيشنا الغالي لما حرر سينا كنا بنخرج نقول الله أكبر الله أكبر، ولا اتدرست واتعملت ازاي أهجم على العدو وازاي أخد أرضي وأعمل حسابي عندي كام دبابة عندي كام عسكري وهم قوتهم إيه وأنا قوتي إيه ولو هو ضربني إيه اللي هيحصل ولو أنا ضربته إيه اللي هيحصل؟ دراسة مش طوفان الأقصى وأروح أهجم على البيوت وبعديها أبيد غزة. بإيدك بإيدك أبدت غزة مش كده؟ طيب دي ألمانيا ودي اللي فيها. الإحصائية اللي جاية دي مهمة قوي قوي قوي. أنا مش عارفة الشيخ وسيم فين فين حتة أنا مش عارفة مش كتب. طيب بعد الإحصائية طيب ناخد الإحصائية الأول. شايفين الإحصائية دي؟ ده في الأهرام بتاريخ 8 نوفمبر يعني أو امبارح، أوكي؟ 8 نوفمبر امبارح. الإحصائية دي نازلة في الأهرام بيقول لك غزة تستغيث. غزة تستغيث.
لكن أهم حاجة في الموضوع، بصوا أولاً 10328 شهيد هم كاتبينها كده، منهم 3541 راجل، ومنهم 2550 ست، 4237 طفل. أجمل ما في الموضوع 25000 مصاب، 221 مؤسسة تعليمية مدمرة، 38 لكن مش هادي هو طبعاً قايلها، أنا مش عارفة فين الكلام، أنا كاتباه كله كله، لكن أحلى حاجة في اللي تحت، أحلى حاجة في الحتة أيوه بتاعت المساعدات دي، معلش المساعدات دي أو 509 المساعدات استلمت، حماس استلمت 569 شاحنة استلمتها من الهلال الأحمر الفلسطيني استلمها، لكن الأهم 450 شاحنة يوميا كانوا بياخدوها، يوميا شاحنة بيستلموها فيها أكل علاج شرب زيت سكر يوميا من مصر، متخيلين من مصر، مصر بس. طبعا باقي الدول اللي كانت بتقدم مساعدات ليهم، باقي الدول دي كانت بتدخل المساعدات بتاعتهم عن طريق معبر رفح، يعني لولا مصر كان زمان العشر تلاف شهيد دول زائد المليون ونص والتم مليون ونص الفلسطيني اللي عايشين كان زمانهم ماتوا. ده 450 شاحنة بتدخل يوميا للهلال الأحمر الفلسطيني أكل ومساعدات وأدوية. وبعدين مش عاجبكم مصر، وبعدين بتتشرطوا وتقولوا مصر خاينة ومصر مش عارفة إيه ومصر مش واقفة جنبنا ومصر عميلة للصهاينة ومصر ومصر. ده أنتوا لو تقروا السادة المشاهدين، لو يقروا الكلام اللي مكتوب اللي المسلمين مش فلسطينيين بس اللي بيقولوه، المسلمين بيعملوا إيه وبيكتبوا إيه عن مصر، كان المفروض يعني مش عارفه اللي اختشوا ماتوا فعلا بجد، اللي اختشوا ماتوا. انتوا فاكرين مصر هي الفرخه اللي بتدود لكم بيضه ذهب وغصب عنكم يا مصريين تدونا البيضه الذهب بالامر بالغصب بالاجبار، تدونا البيضه الذهب اللي الفرخه بتبيضها، احنا مش هنتنازل عنها، والا تبقوا عملاء صهاينه للصهاينه، والا تبقوا مش عارفه ايه، وما انتوش مسلمين وتبقوا مش والكلام الجميل اللي بيتقال. لما اتدمرت المؤسسات التعليميه والمستشفيات، وعلى فكره في البيان نفسه كاتب كم مستشفى اتدمرت وكام بيت وكام، انا مش لاقيه اللي كاتباه عن الاحصائيه دي، وكام بيت عن اتدمر، كل ده بايد حماس، وانتم مش شايفين كل ده، شايفين بس ان اسرائيل هي اللي بتعمل فيكم كده. طيب الشيخ وسيم يوسف كلنا عارفين، هوريكم بس صورته الفيديو عشان خاطر يعني ربنا يستر على الحلقه. الشيخ وسيم قايل كلام في منتهى الروعة، مش إبراهيم عيسى بس اللي بينور، لا أنا بحب جدا جدا الإنسان اللي يكشف النور أو يطلع شعاع نور للناس اللي مغمضة عينيها ومش شايفة النور. يعني لما تبقى قدامك الدنيا ضلمة وواحد يولع لك شمعة عشان تمشي في طريق النور وفي الآخر تشتمه، تبقى أنت تستاهل إيه؟ هوريكم صورة الشيخ وسيم بس طبعا الكل عارف اهو. الفيديو ده قايل بالحرف سأذكركم بأنفسكم. ركزوا لو سمحتوا، لو سمحتوا في كل كلمة هو قالها. هو بيتكلم على إسرائيل وعلى حماس أو المسلمين. إسرائيل لم تمزق العراق ولم تحرق العراق.
إسرائيل لم تجعل في العراق هذا سنيا وهذا شيعيا، وهذا يقتل من أجل الحسين وذاك يقتل من أجل أبو بكر وعمر. أنا بقرأ لكم اللي قالوا بالحرف. إسرائيل لم تلقي براميل متفجرة في سوريا على أبناء سوريا، ولم تمزقهم هذا علويا وهذا سنيا وهذا شيعيا، ولم تحفر قبور الصالحين وتنبش عظامهم. إسرائيل لم تحرض مصر على أهل مصر، ولم تخرج أبناء مصر لقتل أبناء مصر. إسرائيل لم تفجر ليبيا ولم تقسم ليبيا. إسرائيل لم تحوي حزب الله في أحضان دولة. وإسرائيل لم تجعل لبنان طوائف. مين اللي عمل كده؟ إيران. إسرائيل لم تحتضن الإخوان المسلمين الذين أخبأوا السلاح وحرضوا وقتلوا أبناء بلادهم وأوطانهم. إسرائيل لم تفجر المساجد. إسرائيل لم تحرض الشيعة على السنة ولا السنة على الشيعة، ولم تفجر كنائس. لم تفجر كنائس بعض إخواتنا العرب في مصر. اسمح لي يا دكتور وسيم، أنا بحب كلام حضرتك جدا، بس أرجوك المرة الجاية في أي فيديو نحن لسنا عرب. هو بيقول وإسرائيل لم تفجر كنائس بعض إخواتنا العرب في مصر. نحن لسنا عرب يا دكتور، نحن أحفاد الفراعنة المصريين، نحن المصريين ولسنا عرب. لو المغرب بتتكلم عربي، لو الجزائر بتتكلم فرنساوي، لو لبنان بتتكلم فرنساوي، فهم ليسوا فرنسيين. أمريكا بتتكلم إنجليزي، فهم ليسوا إنجليز. نحن لسنا عرب، وللمرة المليون نحن لسنا عرب. أوكي. إسرائيل لم تخرج لنا أو تخرج لنا داعش. نحن من أخرجناهم، نحن العرب، إلا من رحم ربه كفرنا بعضنا البعض. نتقاتل لخصومة وقعت بين الصحابة قبل 1400 سنة. نحن نكفر بعضنا البعض. هذا من الإخوان المسلمين يكفر من يعارضه ويسفك دمه ويسفك دم من يعارضه أيضا. نحن من أخرجنا الإرهابيين. نحن لمجرد أن تذكر الإخوان المسلمين بسوء وتحذر منهم تجد 1000 ناعق و1000 نباح يدافع عنهم. نعم، وفي المقابل نأتي ونقول إسرائيل العدو الأكبر. إذا كنت تراها عدو ففي البداية انظر إلى نفسك لأنك أنت العدو. من أنفسنا لأنفسنا. من قتل القذافي رحمه الله؟ من سلم صدام حسين؟ من أنتم؟ أنتم ترون كل العالم همجي وحشي، كل العالم يريد دمكم، وكل العالم يريد أرضكم، بل أنتم تريدون العالم وأموال العالم وتكفرون العالم، بل الجنة تتقاسموها بين أنفسكم. أنتم بداية انظروا لأنفسكم قبل أن تنظروا لإسرائيل وتطعنوا فيها. أنتم فجرتم مساجد يرفع فيها ويذكر فيها اسم الله، فعلى أي دين تتكلمون؟ أنتم فجرتم مساجد يرفع ويذكر فيها اسم الله، فعلى أي دين تتكلمون؟ اصمتوا أشرف لكم، استحوا قليلا، اخجلوا على أنفسكم، فوالله أفعالكم إبليس نفسه يخجل ويتبرأ منها. أشكرك جدا يا دكتور وسيم لأنك دست على جرحهم، دست على جرحهم، أشكرك جدا. تعالوا بقى أشوفوا السعودي اللي بيقول إيه عشان وقتنا خلص. نشوف السعودي، كان نفسي أتكلم معاك يا دكتور وسيم كتير. السعودي اللي بيكشف عن ما هو بيقول إيه لحماس، بيقول حتى مصروفنا كنا بنديهولهم، هي تويتر، بنديها لهم من جيبنا.
قال كمان ان ابن هنية اصبح يعني من مصروفي كنت بديله لغاية ما ابن هنية اصبح ملياردير. خالد مشعل اصبح ملياردير اهي. 70 سنة نعطيهم حتى من فلوس المصروف اللي اهلنا يعطوها عنا. حتى سارة مشعل ملياردير وعرفات ملياردير وهنية ملياردير، وبنينا لهم أحياء سكنية، وكان رد الجميل إنهم يسبوننا ويدعو علينا في منابرهم بأن الله يزيلنا. تويتي السعودي يعني من مصروفه أعطاهم لغاية ما هم أصبحوا مليونيرا، وبعدين في الآخر بيدعوا عليه. هم دول حماس. ما تزعلش يا سعودي هي اللي انت كاتب التويتر، ما تزعلش. عملوا فينا احنا اكتر من اللي عملوه فيكم. بس للاسف هم هموا بمظاهرات فرحا فيكم لما اتضربتم الحوثيين. نختم بضحكه من الرئيس مبارك لما كان بيتكلم على العرب، هو بيضحك وبيقول ابو تعالوا قابلوني. نشوف الضحكه دي. يعني المسنده الحالية اللي موجودة من جانب الدول العربية بتعرف المساندة الفلسطينيين إلى عود القدس. طب اتفضل بقى استريح. يعني عاوز مساندة الدول العربية مع الفلسطينيين ضد إسرائيل وأمريكا. تعالى قابلني. أنت عايز مساندة الدول العربية لفلسطين ضد إسرائيل وأمريكا؟ يبقى تعالى قابلني. وده اللي قلته لكم في اول حلقه، لو فكروا انهم يعملوا اي حاجه لاسرائيل كل القواعد العسكريه دي في ثانيه هتشتغل. حامله الطائرات اللي في البحر الاحمر المتوسط في ثانيه هتشتغل. وبقى تعالى قابلني على راي حسني مبارك. اشوف حضراتكم على خير باذن ربنا الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. واوعوا تنسوا ان احنا بعد بكره باذن ربنا السبت من الساعه 11 الصبح على الهوى احتفالا بعيد ميلاد القناة الـ12. دعوة مننا لكل المشاهدين، وأتمنى أن أنتم تشاركونا هذا الاحتفال بعيد ميلاد القناة. الطفل اللي كان بيحبي ولسه بيبي صغير بقى دلوقتي مراهق وعنده 12 سنة. نحتفل بنقول له كل سنة وأنت طيب، اللي هي القناة يعني، ونشكر ربنا أنها مستمرة لغاية دلوقتي. وأمنياتي أن أنا أسمع أصواتكم في كل الأجزاء. أكيد أنا هكون في الجزء الأول لو ربنا راد، هنكون موجودين الجزء الأول ابتداء من الساعة 11. شاركونا لغاية آخر الاحتفال، لغاية الساعة 6 تقريبا هنكون على الهواء. أشوف حضراتكم على خير بإذن ربنا في صرخة وأمل الأسبوع الجاي في نفس الميعاد. الإعادة بعد 4 ساعات من الآن، ويوم السبت زي دلوقتي تقريبا. سلام مساء الخير.